انسل من عتمة المعنى اغيب سدى خلعت علي لا ظلا ولا جسدا امشي على الماء هل في الماء من قبس لما بدوت اختفى لما اختفيت بدا يرتد صوت من النار التي اتقدت يا رب يا رب من فينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الله عز وجل: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. ننتبه لهذه الأوامر الصريحة الصارمة الدقيقة: اذهب بكتابي هذا إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. كلها أوامر صريحة غير قابلة للتأويل ولا يتخللها المعاني المجازية، بل هي ألفاظ مباشرة صريحة يفهمها المتلقي التابع لكي يعرف فحوى مهمتها التي أسند إليها. ماذا يفعل خطوة خطوة بكل دقة؟ هكذا تكون طبيعة رسائل الأوامر الإدارية حتى تبث الاطمئنان للشخص الآمر، للشخص القيادي، للشخص الإداري. فإن لم تكن بتلك الصراحة فتوقع ممن تأمره تنفيذ أوامر أخرى فهمها من عبارات حمالة أوجه وتفسيرات أخرى، والحمد لله رب العالمين. كان صوتك إذ ناديتني ولهن أم كنت من صاح بي والنار محض صدى.